معقول آمال تتأخر لهالوقت؟ هلك بتوصل. بدي أقصف رقبتها. روح يا فؤاد روح، هلك بتجي طول بالك. كيف بعدت يا هلا كيف؟ ما هو لو حضرتك جيت أبكر كنت بعدتك إلك وما بعدتها إلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إيه 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 مالك شايف كده؟ في حد يبقى شايط نار في المطرة دي؟ شايط نار؟ اسأل الست الوالدة شايط ليه؟ كيف كان نهارك يا فريد؟ نهاري؟ تعبان ما هيك؟ نهاري زي الوحلة اللي انغرقان فيها، وتعبان دي ما توصفش حاجة من اللي أنا فيه. آه يا أنا، آه يا رجلي. اليوم عملت على البسكليت أكتر من 60 كيلو، بعد هيك رحت على الإذاعة، والله طرت طيران. ضليت هنيك واقف على رجلي 3 ساعات، 3 ساعات، وبعد هيك اتقتل معي الساعي. قال لي يلا يا فريد أفندي، يلا يا فريد أفندي ما تعطلناش، فضلنا الدنيا، ده مكان أكل عيش، أنت جاي تفن هنا في الإذاعة ولا إيه؟ الله يسامحه، الله يسامحه. يعطيك العافية حبيبي. أيوة العافية دي أكتر حاجة أنا محتاجها عشان أستحمل اللي أنا فيه. هي فين أمال؟ بعتها لتودي فستان ولهلك بعد ما رجعت. معقولة يا ماما؟ معقولة تركتيها تخرج بالجو ده؟ شو أعمل يا ربي؟ شو أعمل؟ أمري إلى الله، أخرج أنا أدور عليها. خليك خليك ما بتعرف الطريق، اقعد. طيب نستنى شوية والغايب حقته معاه. آه يا ركبي.